بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال وما صنتهي وسؤال وجيهة مركو روحان وأنا أغانا لما نسلمين هدان هاي نمن كان أفكار تأكد سيهين حق فهم كالديني وأفكار قلو عن وأن فهم صحة إسلام كان كثر جمعين وحين كل سنتهاي دومنتا شنتي تير إسلام كل سود دقائن لا إلاليو وما شنت قضيضات وحاوي دين تلفت هذا إيا نفتا إيا مالكا إيا عقلقا إيا عرضقا شنتي باحد قدب وين أي كسمهين سيدا درادد وحال إسكرع السنة علماء إسلام كل إسكرع سنتهاي يددك مؤرخين تا نمن كانوا مدى نبقى والشيخ صلى الله عليه وسلم يظهرون حين فرقة الناس ددك مركا إسخلافان وفرقة إخلاف أبو نمان أي صلح فائدي سنك صبعان ومن سيجران مركا نمن كانوا مدى أي جران وحي كجران حوق أي ليه إنما أهين حكمت أي آمن سيين ولغرع سيين ما أهين عد أي تاقر كهستين مجرين وحي كفا أي سنين هبع دولة نمضى أي ضعف دولة دا أي خلافك قبلك أي ديغا ميسك أي دنيسك أي سياسة دا سديدا كل سن أو رقاذي دا الكين تاسم أي كل أجرين مركا هدى مركي دولة دي شعبك إسرجان قادين ومدحوين حسن خير الله سيئة أو مركو يمد بهم الذي نمبر 1 او كدغه ان عدو خوارج دلكا نغه خريايو شعب كنا اي مركب اجيبين ايدمده قرنك اي شعبكودا سودان او دقاقين واد اوغتينو هل قوب اي كو دغالمين او اي معلن كو غدن مجرين اي مركه لغه ريبا ميل قرح اي سو غلين او هدا اي سو دو مالي سو غلين سدا دردد كريت كودو ان كيد شيطان كان ضعيف اول شيطان بان وشاوي وضعيف او خصوصكم تاغنا قال له حليه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني زبد كو حاله ارادات حارته اي وحيابها بيها كابور مو حنبوين كو اسك بابايا ومركي هودو كدعه حتى اسك شوقايا زبد كنو عسل وحوري واسك بابا ابو يدي اسك اسك بابا واما ما ينفع الناس وحدتك انفع فيمكث في الارض لو كاسا كنا قالها مركا اسلام كدبتها يعني كدسن حريسته يدعوده يالا كعبسه يتقوده يا اخوده يا ددك لون حريسته يا دولنمد لا تاغيرو يا ددك امني يا هرمان لو سميه ايا هدا الحمد لله بالله بنايا اول بايغا ايا هنكول كو هاي استار اسبار كو هاي مركا اني مركا سو ديبان سدح ام باي قيبسم دونا سوغالو دد اول بالدين اي كهادي لكن خلدمي ومركا أركان وعين قلتنا إلى جستان علماء وركودنا أي مغلان وإحنا باران جبك سوكر إنه ممكن أي أركان أول إلى رواية يكونوا لاين وركودوا حنرجع يقول هعبسين الجبريل إما كيلة سود دقايق وسيد بدر وكلا توقف الجارة نبي يقول لنا نوقف الجارة حاجة جوجان جبريل إما كيلة مية سود دقايق دد اللي يقول كوكب السماء مركا دد كاس سؤال جاوا إما بدرنا كمدة إن سوتو بكينا سيد وليش على يرضى سود يبان سود يبان نحرز تونا أكسنا الله تصيد برامج كاس بحد كم مغضي عصي كمدة حوينها ما أمر كمدة حوينها هاي عفس يبينا كتر جميسا ما أنت رجع وصل رأي ما أنت هذا السود يبان وانت دقال خبحان برصيص صحيح مرة يعني شرعية أوه إني وحي كوفة سادية أفكار توضا خلدا يفهم كوضا خلدا سيد هذا مدحون ودوحة وكشاقي فعلا وهذا الكم حراء لكن وحاشر ده إني أفكار تكتنازلا وعقيدة فاسد كإسلام كيقول بين شيء جايان أي قرطان إني قلدنايان ومدن أقوي يران إني ومدوا أي كدح بحضو أتفاعدوا ويران أيقون أي كبحوا مركا قالوا حلها إلا من تابوا وأمنوا إلا من تابوا وأمنوا وأصلح مركا وحاربوا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا يعني توبة كيران حقاديان عديان غلط كودي مركا طبعا ولا أقبل يا سيد هذا مدحون وشاقي مركا وحي كل ما أنا مركا قيب تاس إني سو قيب لبعض وحين غض أنا قيب مركا هربا إيدتك عادتك كوهاي أنت بدنا كواس وهاي وضغط أي كوهاي سيد هذا ولا أقبل هذه السبعة يقل مدك مركا لقلي إن بدنو كمدة وضد كاس حق وقبقي وقصهرة إن يرى من تدي دانتا كواسنا مصير كذا وحنا غنا إني أما الجبان أما هلاك سمان أما يجوبه ميدان كان ترى وصار لقوا أما هون إلى يسكر وطري إن شاء الله وي أيضا تقالك وصعدوا لنا سيد بجو جهر جو جيا شعر جده السدا إيه ماشى يكون دبي عن كوحد قوارض هذا نوح على أركي يا شيعلي إن أي ولي أيقول لو ما ليس نعية قادنا أيام بعد يدكيني هنددان وقنا استدي حوجيان أنت سيلوجا قاشا من كنا هذا أمس أنت سؤال سؤال شو وجهه وأنا نقصون نو تبريهان وقنا استدي يا ما دام أننا قد توس نقول حرينا ماله والباب مناسبة عن سؤالنا أي رنت عب شبدا كم وجينا رنتاس نمن كان لقن حابو سيد معاوية رضي الله عنه يا ورضه وصدر سيد أسوان من عفان رضي الله عنه أنت الذين
markaas wuxuu yiri waxa kugu soo socdo weyn niman qowqaayina oo mujrimina oo yiriiduna sulda wuxuu yiri sulda yiriiduna nahba wuxuu yiri sulda waxay doonayaan in xukun iyo mal ay dhacaan xoolo ay boodaan fiil سيد معاوية رضي الله عنه أيها وحوش شغي خليفة الثالث أو أمير المؤمنين عثمان أول نور إنتي سندلين لغن كهذا اللي بشي أبوه هايبا ضدك إني أفكار الدين تنتي بالدلان أو فهم عصب كيران اللي وحي روى ضدك كل حياة ورقب صور وحساب تمية وكتب تلك صور نغنية إني آيدا يا عديس إنتي تفسير غلدان ساران إيه تأويل غلدان إني ضدك كل عداديان وكل لغان قبطي رأي وقهرت ماذا إني دينت قهرت من سيد أحمد قدنا ورقب الله وصاحب دي ساعي رأي سيدوني من دينه كل رأي قيس رسول الله وحا كليها إلهي كبد بادي الشيخ حسن ضايرو كسوا بحي الشيخ أبو مصورة توصورة دقع على ما بصوا oo ciidan kiis inta kala baxay gees u baxayo dagaal shan sano ay qabta isku hayeen oo meel ka galan ay wayeen khayr allah si oo ilaahay kasoo badbaadiyay iskana cilshar marka ra'yigooda iyo diin u hayga sida daraadeed taas waa mid labaad xoolo doon way waxay rabaan inay dadka dhacaan oo ay baadaan si ay ugu dul noolaadaan walidalika dagaaladii marka culays lagu saaray hir shabeel iyo galmudug maadaama ay shabeellooyinka hoose ay meelo badan ka mid ay joogaan حتى أفقوا أي جوجان وماشوا قلوا أكتر إللي إللي بيرت علم هذي هالكاسي كسوع الرن وحيد دجان وقنجي وحيد فليان بيرت علم هذي بيفليان مركاسي الشباب الله هاسي أنت ما دام ولي أي كليين قضاء ذكر حكومة ما لهم الباب قلال ضد أي وحيد ويرى يان ذكر الشغل كنا سنة مال وقنجي ضد تري أو مال أي كله مال سنة يان ويجوجان ضد تري وحيد نشيا يان صف اللي وقجر أو ضدك إللي يسد حبلاد سدح سنة هرمر السلعة كينا ذكره هرمرنا يقولي يا مدار كل مصر هرمرنا مركا ورانا جوز ذكره من اللي بكرنا العجنة ما هي سنة سوقنا واحد مية إن كان دجال ينقلسين مية مركا تذكي آدي وبعض يعني ولذلك وحن مدحوينها دولة هي حكومة أو يرينا علماء طالنا هاي إن سدد دجا سدد كان معت حلق اللي كقاضنا يا وبابك نما وحول أنت توان سنة وح الروس جرين وحولنا العكبة ذني بشان رمضان كلي أساس اعتقاد يا أبوي تدك محايري نك أي كقاض جرين بقول دولار ما أنت اعتقاد على بكون دولار حب تدك مركا رب ذني كهايان سد الدراد وحواجب إن عدو قال يعني أنت وجد وين أنت كهاي تدك إن سدك دجا هالقلك شبه الله هاس جبوين كمان وصيف فيه لكن وح وقدر هذا وحوي وشبه الله هاس وحوي إن لول كان سك مقارنة أقوله إن لقنا ذي فيه مقارنة أنا ما أرتلفت هذا استراتيجية أمنية عصبة ضد كلفت هذا إن يصير إنه قلنا نواي وإن من كان وإن من نفقد نقول عن قدر كم وقتين إن أي كحيل الله يستان أي كل لونتان أو كل وجه جبا يانو قارقود وعينه شجعين إن بصلا أنت كو قبتن إلى العتق كان بدو كاشف شعلي ملقيه أبا مركة ay waxa gaabiska iyo hakadiyada ku yimid dagaalka lagu jiray kooxda oo sidii hore dardar aan u ahayn inay kaga faa'iideysanayaan inay ganacsatadu ku fidaan iyo dadkii shalay hanjabaadooda diiday aad u mahadsantahay ahsanta ganacsatadu markii hore dawladda ayay u hoggaansameen waa ku madax tiriyeen telefoonada lagama qaban jirin inta dagaalku socdo waa la ogaay oo dagaalku xawl aad ku socdaan oo dagaalku sidiisaba macnawiyaadka dadka iyo ru'yadooda iyo ayuu bedelayaa ayagana hazimay dareemayeen maadaama maalinkaas dhul cusub laga qabsanayo kuma dhiirin karin dadka hataa inay soo wacaan ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeedna guul iyo ictizaad iyo waxay dareemayeen inay guulaysteen sidaa daraaddeed labadii bilood hore waa laga nastay maalintii dagaalku istaagay oo dhadhaaq oo yaraaday waxay dib isu abaabuleen waxay yani isu tusiyeenba in dagaalkiiba ka dhamaaday markaasay bilaabeen dadka marka inay jaanis u helaan inay kusoo xawli ah inay suuqyadii ugu soo galaan oo ay maaragtay xataa waagi hore si niman dhulka joogaayo uun muddo dheer iska sii noolaanayo wax u qaadaayeno yani nooc oo nahbi ah laakiin nahbi macquula ama macquul ma ahan laakiin nahbi uun laakiin hadda nahbigoodu nima wuxuu yihi yani intii ku yimaadeen waxay ku leeyihiin adoo ganacsigaagu uu yahay konton kun ama afartan kun dolar hal milyan dolar ku shaqaysta ama laba milyan dolar ku shaqaysta markaasi lacag saga dhibsanaya waxaa laga yaabaa lacateer ku shaqaysanaysa konton kun inay soddon kun oo kamid ay kaa qaataan xoog kaga qaataan marka runtii dadka cadaabay ku jiraan sidaa daraaddeed waa in gurmad degdega ummadda loo sameeyaa oo
مالها كسوق جاران سوقي لك نعسك ومدة كو عذابا يعني حولاد كو بابا يعني مقالة أنا حمر الباب كست يقوب كسوق نعسي نعس لك كست أي يعني سيستم تقصة مرتين أي حقوق قادنا يعني ماذا إذا قنجة يوفر يعني وإنه الكاسور نسدق دقل الله نقطة الله مريم نعم نقطة الله مريم محل قد برمك نعس تضع يصور وعيان وصور رايدنا يعني تليفون ندو دو وشلي نياها كفر يستي ما أنت لا هنجب هذا هي عم سجلين تاي كوايا ولا نعس تضع نقول أقول نبضا كمرايان أو على سبضا أي سنو ساري هنا دنا عدو قال العقد اللي سينا يا ولا العقد أدق لو جودلاي ولا لها لو جودلاي ضل كاج لو زعزع لو قلنا يا دينت لو تحريفنا لو رد قال لما أنت كنا عسى يرو أي ست بريا وكو أي ها مركا كنا عسى تذا مركا وحنا لنا إن العقد عسى يسن هل شن سين وأنا حارن عرمضنا إفتاء وسكر رعد إن خواريد عقل سيكر وأكتين مركا دورد نقو أنا ضل يكسر صارته مركا كنا عسى وحنا غربا إن يسون وجه حلا دستان نمك إن شاء الله ملف كودا العون عسى الشيء غسى سوا أفجر دون مرة نيرين أنا وحنا إلى هذا سدح بلو اسبرو على ياسر نبغى نهجره مركي العذاب يرر إمارتي ياسر صبروا نهجره إن شاء الله هو الله بيحدونا مركي وحواي سدح بلاد أفر بلاد شم بلاد صوص عط إلى يفرج فراي صنو كان توصل مانة كان عصده وحن لي يان حولي حول هذا اللي دين يس سي عمر دارين أرجع حسده وديدا كرنت كبح سدا سوون وق وق حيلس وما صنته إيش على وجوز وقوس الله بنا يا برايم إيش كمان راعي الله سبحانه داو ضيال ما أنت دنيا وحال لوجد بلدك يس ديد مارس ومال ترى وينها الدوم ككوب إنترنت Soomaaliya marka loo eego munaasabada waaweyn iyo xusuus lagu weynaynaayo maalinta dumarka ee 8da Maarso ayaa ka dhacay sidoo kale too waxa munaasabadaas uu booday wasaaradda haweenka iyo xuquuqnaanka oo iyadu kaalin mug leh ka qaadanaysay sidii loo muujin lahaa kaalinta dumarka Soomaaliyeed iyo 8da Maarso sidoo kale munaasabadahaas waxa ayna xusayay maalintan ururada iyo xarumaha ka shaqeeya arrimaha haweenka hadii aan lahayd horumarintooda iyo badqabka dumarka iyo la socodkoodaba hadaba Furtun Saqaawe oo ah agaasimaha xarunta awoodsiinta haweenka ee Libin ayaa qadka escape-ka toos ugu jirta haatan u barnaamijka laga la qayb galeysa dalka UK Furtun soo dhawow markii Furtun haddad imaqasho soo dhawow sidii imaqasho markii hore Furtun Saqaawe waa ku laabanayna jamaalinta 8da iyo xuskeeda waa ku laabanayna Sheekh Cali ayaan ku soo laabanaya Sheekh Cali culimada Soomaaliyeed dagaalka qawaarigta lagu la jiro marka loo eego tan iyo markii shirka culimada uu soo gabagabowbay ma moodaa in hakad ama ku yimid sidoo kale baraarujintii iyo wacyigelintii bulshada iyo kaalintii aad dagaalka lagu la jiro kooxda ku garab taagnaydeen ku qoriga sitee dawladda ee dagaalka ku jira iyo dadka deegaanada ay soo beeyay waa maasantahay horta sidaad ogtahay shirka culimada waxa horta door weyn qaatay wasaaradda oo qaabtay arrimaha diinta khayr Allah siiyo wasiir rabow shirka culimadana waa guud waa to qabtay madaxteedu ay abaabo shirinti madaxweynuhuna juhdi badan oo ku bixiyay iyo ra'iisul wasaarahuba شركاس si wanaagsan buu ku dhamaaday culimaduna waa tii foto ka soo saareen caama in khawaarijtaas dalka laga sifeeyo kii aan toob keenina maartay in maartay la qamciyo ay waajib tahay maadaama fasaad ay ku dhisan yihiin iyo cadaabid cadaab umad ay ku hayaan dawladdana in uu garab istaago shacaban ay culimadu iftoodeen waxa kale oo barbar socday runtii wasiir rooba wuxuu sameeyey dagaalada intaysan bilaaban ka horba wuxuu la bilaabay soo la kaashanaya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha rag culimaha oo dhalinyaraha oo iyo culimo rag dhexaba isugu jira oo yacni wacyigelin toos ah sameeyey kuna dhiirada inay mowqifta maadaama culimada inta badan ee culimada waaweyn oo gurubo saaxiibadeena kaliya hadla jiray in yaroo koobana culimadooda badan maadaama aysan mowduucantaas uga hadlayn wasiirku wuxuu ku guuleystay inuu dad culimaha oo dhalinyaraha aqoontooda aad u sarreyso akaademiyina ninka ugu yaro heysto jaamacad weli u badan master degree u badan iyo doktora xataa qaarkood bi dhi haystaan oo ila 8 kamid 10 kamid ay haystaan taqriiba doktora inta kale tan ay master iyo baajihiin ayuu xulay oo ila 40 gaaray runtii oo hadda si dardar u wada qaarkood aad ku aragtay TV-yasha iyo idaacadaha ay ku yimaadeen inkastoo kulligood aysan wada hol gelin oo wali maaratay aysan sidii loo baahnaa waxay ka shaqeynayaan marka ragaas waxay ka shaqeynayaan wacyigelinta inay
qaarkood ay gobollada aadaan degmooyinka ay tagaan laga qabtay maratay ciidamada u tagaan tiibiyaasha qaranka hata yimaadeen qaarkood waa rata rag badan oo kamid in halkan kugu yimaadeen barnaamij joogta halkan ka bixiyaan wuxuu kaloo hadda wadaa wasiirku in masaajidda degmooyin 17 degmooyin xamar jawaamicda ku taal xataa in khudbooyinka nimanka hirdigooda rag culimada ku dhiirada maran dheereen ay bilaabi doonaan khudbooyinkaas nimankan waxaa la yidhi balaayo qoobka maarata lagu baxshaa haddaan lagu dhiira in xaqa la cadeeyo oo qof walba ajalkeeda waa qoraya qofka soo hormaraysana ma jirto laa yastaqdimuuna saacata walaa yastakhiruuna ilaahi subxana watacala marka culimada marka meel kastay joogta runtii waxaan wasiirkana waa ku hambalyanaya wasiir roobow wasaaraddaas markuu yimid si kaleu ka dhigay yani wasaaraddu shaqaysa aktif ah culimmadiina abaabusha shirar waaweyn ay qabatay shirkii ka horreeyey wasiirada maamul goboleedada loo qabtay ka horreeyey isagoona madaxweynuhu uu ka qayb galay soo gebagabayntiisa kii culimmada soomaaliyeed oo dhan kulmiyey 300 caalim ka badan isugu timid wax sahlan ma aha runtii intii yaradou jooga wasaaraddaas culimmadii soomaaliyeed oo uu isku xiray haddana golihii ayuu broses garaynayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isla wadaan culimmada marjac u noqon lahaa marka barnaamijkaas marka meel fiican buu runtii hadda marayaa wacyigelintaas waana socotaa haddii dowrka culimmadu aysan qaadan dowrkooda wacyigelintana waxaa waaye ayaguna waa dimbaabayaan cadowgana laga adkaan maayo maxaa yeelay ayagu waxaa weeyaan si ilaahay qur-aanka u sheegay ululamriga ayaa waa la yidhi alculamaau walumaraa marka waaba qeyb ka mid aba dadka talada ay ka mid yihin culimmadu waaye deegaanada laga xoreeyey kooxda xaalada bani aadamnimo ayaa loogu tagay oo ka jira meesha oo wax adeeg bulsho ama haysan dadku meelaha kooxda qawaarirta ah laga xoreeyey welina xaaladihii ayay dadku sii wajahayaan haddii lagu kor dagaalamay xaalado abaaray dalka uu ku jiro weli waxaa la dareemayaa kuleel iyo bishi ramadaan la imaatay maxaa taa kulaa iyo garab istaag ah oo ay dadkaasi u baahan yihiin dadkiin culimmo soomaaliyeed a tihiin wacyigelinta qeyb ugu darteen in ay dadkaasi gurmad iyo kaalmo ay helaan aada u mahadsantahay sugaal runtii arintaas waa arin ishu qaran ah ama maaragtay barnaamij heer qaran ah oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dadka waaweyn ee dowladda ugu sarreeya o dhan ay ihtimaam badan ay siinayaan waana socdaa barnaamijkaas xasilinta la yiraahdo iyo maaragtay dib usoo nooleynta deegaanadii nimanka khawaarijta ula degeen 12 ay dul saaraayeen barnaamijkaasu si xooli ayuu u socdaa waxaana hadda intiisa badan gacanta ku haysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaarado kaleeto macni ah kulligood dabcan wuxuu leeyahay qeyb dib u heshiisiinada wasaaradda arrimaha gudaha ay toos iyo qeyb maamulo iyo consulis in loo sameeyo iyadoo la kaashanaysa maamul goboleedyada wasaaraddaas inta badan hawsha iskale waxaa kaloo kule dowr wasaarado kale kamita caafimaadki in rugaha caafimaadka laga furo rugaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada waa iskale inay furto amnigii in ciidamo boolis oo fiican loo sameeyo amniga la sugo wasaaradda amniga ayaa iskale iyo taliska booliska dowlad goboleedka meel kasi joogana haddee tansiiq baa ka dhexeynayo iyaduna waa wiilka hoose oo iyadaa la rabaa in gacan la siiyey mashaariicda ay soo qadimato annaga culimmada soomaliya haddaan nahay laba kaalimood oo aada weyn ayaan ku leenahay arintaas kaalinta koowaad waa wacyigelinta hadda waa socotaa saan idin sheegaayo kulligeenana deegaanada la xoreeyey bisha ramadaan insha allahu rag badan oo culimaha tigi doona meesha kusoo soomi doonaba maadaama bil barakaysan ay tahay in aasaartii nimanka khawarista meesha laga saaro dadka ukhuwada iimaaniga aheed iyo maxabadi iyo isdhexgalki iyo ee la sameeyo xataa khilaafaadkan madhabiga oo maaragtay kanaa fulaana kanaa magaca la isu bixbixiyey ummaddan waa kulligood waa ahlusunna waljamaca bilmunaasaba kulligood waa ahlusunna waljamaca ummadda soomaaliyeed kulligood waa waxa weeye ahlusunna sideedaba muslimiinta waxaa loo qaybiyaa ahlusunna waljamaca oo dadka saxan ah iyo khawaarij iyo shiica waayo qof kale mama jiraba annaga khawaarijna waa kuwan la dirirayno oo umadda soomaaliyeed khawaarij ma aha shiicana mabana soo gelinba in marka ahlusunna wada nahay sida daraaddeed in madaahibtan hooso ama duruqu suufiyada ama salafiyada ama akhwaana ama tabliiqa ama magaca aan la baxbaxnay waa inaysan khilaafaadka dhexdaan haysan aysan sii horin waa in yacni midnimada islaamnimada iyo muslimnimada in la ilaaliyo waay taasna runtii wasiirkuna waa ku shaqeeya khayr allah siiyo iyo culimmadu waa ku wada shaqeeyaan oo hadda maanta dadkaas la qoraayo oo wacyigelinta la qoraayo wasiirku si wuxuu siman ayuu dhammaan culimmadii ayuu uga la tashaday liisaska uga qaatay soomaaliya oo dhan buu ka dhigay maaragtay waa runtii nin aan ikhlaas wixiisu ay ku dhisan yihiin oo aan ilaahay u taskiinmayno isagaa naga og laakiin intaan ku aragnay mas-uul heerkaas daacad u ah heerkaas mutawaadic u ah heerkaas yacni u xambaarsan risaaladii dowladdii uu ka mid ahay heerkaas u ixtiraamayo uga dambeeyo oo markasta culimmada ku towjihinaya in khilaafaadkana meel layska dhigo khawaarijtana loo soo wada jeiso dagaalkeeda
طاعده اولياء الامور مدحت قرن قرن كان ان لا جعلاده او لا اضيعه او ددك لا برو ان ددك مدحت لا اضيعنا ددك ان دينها لا برو مركه مشروع عاصم مركه هو يقول اسدون جانب كان جانب كل بعدنا او عقنت كسوارنا وجينا خيرغا ان غناصته هي هيئه خيرغا وانا قاعد نغ خرن ان كبورن ان بشهر رمضان افطار الصائم كسمين ديغنا سو ددك مساكينته وجوغا اي حسن سمين.